السلام عليكم. أعلنت قناتا رشد وصنعاء بتوقف بثهما نتيجة توقف التمويل، في الوقت الذي تعيش فيه القنوات الرسمية التابعة للشرعية ترهلا في الأداء وضعفا في تقديم محتوى يرقى لحجم المعركة التي يخوضها اليمنيون اليوم ضد ميليشيا الانقلاب. يقول مراقبون إن ميليشيا الانقلاب تدير معركتها الإعلامية بوتيرة أسرع وأكفأ من الشرعية. في صنعاء يشرف الانقلابيون على عشرات القنوات الفضائية وإذاعات الـFM وكذلك عشرات المواقع الإلكترونية والصحف وخلايا مواقع التواصل الاجتماعي الموجهة. وللسنة الرابعة يكرس الحوثيون التهم الإعلامية لتضليل الناس وحشدهم لصفوفها، ما يضاعف خطر هذا الإعلام الموجه هو عدم وجود إعلام مضاد يصل للمواطنين ويكشف فداحة ما تمارسه الميليشيا من تضليل وتجريف ممنهج على مستوى الوعي الجمعي. إذن قنوات شرعية تغلق وقنوات موالية للحوثيين تفتح أبوابها ومكاتبها للعمل، مشهد يكثف لنا طبيعة المعركة ومدى استعداد كل طرف لخوض معركته. فلا تزال الشرعية ترى أن استعادة الدولة معركتها الأولى، أم أنها ذهبت لتخوض معاركها الثانوية بعيدا عن مطالب الناس؟ قبل أشهر حاول مكتب قناة اليمن الرسمية نقل مكتبه من الرياض إلى عدن، لكن التحالف المسيطر على عدن لم يوفر له الحماية الأمنية ومنعهم من العمل من العاصمة، فيما تنفر قناة تابعة للتحالف بتغطية المشهد الإعلامي وفق أجندتها. فما هو مستقبل الحرب الإعلامية في اليمن إذن؟ وما هي المهام المناطة بوزير الإعلام المقيم في الرياض وفريقه ومؤسساته؟ لماذا لا تنتج وسائل إعلام الشرعية محتوى يثير انتباه المشاهد في صنعاء والحديدة وإبو البيضاء؟ وأخيرا، هل تدرك قيادة الشرعية والتحالف أهمية الحرب الإعلامية في مثل هذه المعركة؟ مشاهدينا الكرام، هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها الليلة في المساء اليمني مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ علي الفقيه نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر. مساء الخير أستاذ علي. أهلا وسهلا. مساء النور، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. وقبل أن نبدأ الحديث أستاذ علي عن إعلام الشرعية والانقلاب أيضا، من الذي يسيطر على المعركة؟ نذهب لمشاهدة هذا التقرير. القنوات الفضائية الموالية للشرعية تغلق أبوابها في الوقت الذي تحتفل فيه قنوات موالية للحوثيين باحتفالات التدشين. بالأمس أصدرت قناة رشد بياناً بإغلاق القناة نظراً لتوقف التمويل، وذلك بعد شهرين من إغلاق قناة صنعاء للسبب ذاته. وفي صنعاء تتهيأ ثلاث قنوات فضائية لتدشين بثها الفضائي بتجهيزات فنية ضخمة، رغم ما تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة. 70% من اليمنيين يعيشون تحت سيطرة الحوثيين ويتعرضون لخطاب سياسي وفكري مضلل من خلال أكثر من 10 قنوات فضائية، بعضها سيطر عليها الحوثيون إبان انقلابهم على الدولة، وقرابة 30 إذاعة في الأثير وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية. كل هذه الوسائل لا تجد بينها وسيلة معارضة واحدة أو لا يرضى عنها الحوثيون. إذن يتلقى معظم اليمنيين خطابا إعلاميا وسياسيا أحاديا وموجها بنكهة طائفية يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل هوية اليمنيين ووعيهم الجمهوري. أمام كل هذه المخاطر تبدو الصورة في الضفة المقابلة معتمة. الحكومة الشرعية وبعد قرابة 4 سنوات من الانقلاب ما زالت تتخذ من الرياض مقرا لقنواتها الإعلامية الرسمية، رغم تحريرها 80% من جغرافيا الأراضي اليمنية، كما تفضل دائما أن تصرح. مراقبون يقولون إن تأثير إعلام الشرعية في الداخل محدود للغاية، فالقنوات الرسمية والأهلية لا تغطي حجم المأساة التي يعيشها اليمنيون، وهناك ضعف كبير في الوصول إلى عقول وقلوب المواطنين. إلى اليوم لا تملك الشرعية قناة واحدة على الأرض، كما لا تملك إذاعة واحدة تصل إلى صنعاء أو مناطق سيطرة الحوثيين الأخرى، هذا فضلاً عن افتقارها لأي إنتاج إعلامي ذي أهمية أو أفلام ومواد متنوعة تسهل الوصول للجماهير. ماذا يفعل وزير إعلام وجيش من الوكلاء والمستشارين في حكومة الشرعية؟ سؤال يتداوله الكثير من المتابعين والمهتمين بصناعة الرأي العام، داقين أجراس الخطر على عقول وثقافة اليمنيين من الاحتلال الثقافي والفكري ومحاولات طمس الهوية اليمنية من خلال الآلة الإعلامية الضخمة للانقلابيين.
لم يبقى من متنفس في مواجهة هذه الآلة الإعلامية الضخمة سوى صفحات التواصل الاجتماعي وحملات المناصرة الحقوقية وموجات السخرية اللاذعة للتعبير عن هموم وزهق المواطنين من واقعهم البائس. إذن أستاذ علي، حلقتنا لهذا المساء على خلفية إقفال قناتي رشد وصنعاء وافتتاح العديد من القنوات، قناة الهوية واللحظة والمسيرة، مباشر أيضا تابعة للحوثي، كصورة مكثفة ومترجمة لواقع اليمنيين، كيف تقرأ المشهد؟ أولا تحية لكم ولمشاهدي قناة بلقيس الكرام. أعتقد أنه وضع مؤسف أن تتعرض قنوات فضائية وسائل إعلام مساندة للشرعية للإغلاق في هذا الظرف والمعركة على أشدها. فالجميع يعلم بأن المعركة كما هي عسكرية في الجبهات هي أيضا هناك معركة إعلامية على الطرف الآخر، وكما هي أيضا معركة دبلوماسية أيضا، بينما نلاحظ أنه ليس هناك إدراك لخطورة الوضع القائم ولأهمية الإعلام كسلاح فتاك يستطيع الانقلابيون من خلاله حشد آلاف المقاتلين إلى الجبهات وسوقهم إلى المحارق، لأنهم تمكنوا من السيطرة على وعي المجتمع اليمني عبر وسائل الإعلام. هناك يعني إمبراطورية ضخمة من وسائل الإعلام التي يملكها الحوثيون، سواء التي ورثوها عن الحكومة أو التي أنشأوها بعد استكمال الانقلاب، ومن خلال ضخ مليارات لوسائل إعلام سواء إذاعات محلية أو فضائيات أو مواقع إلكترونية، استطاعوا من خلالها السيطرة على سوق المعلومة وضخ توجيه معنوي مكثف يشيطن الآخر ويحول كل المواطنين اليمنيين إلى مجاهدين حقيقيين أو مجاهدين مفترضين. كان خبر إغلاق قناة رشد مؤسف ومؤشر خطير على عدم إدراك الحكومة الشرعية ومن وراءها التحالف لأهمية هذا الجانب وللتواصل مع المجتمع اليمني عبر قنوات يمنية تتخاطب مع اليمنيين بلسانهم وتحمل همومهم وتدرك كيف يفكرون وما هو الخطاب الذي تستطيع من خلاله أن تغير قناعاتهم. بينما ليس هناك يعني لم نلمس أي تحرك، لم نلمس أي قلق لدى المسؤولين من هذا الضعف الإعلامي أو محاولة لتصحيح الوضع القائم، لأنه منذ أكثر من 3 سنوات على الانقلاب والطرف الحوثيين ومن يساندهم يتحكمون في المشهد الإعلامي في الداخل، بينما لم تحدث هناك مراجعات لأداء الإعلام الرسمي. هناك نقاط ضعف واضحة، ومن خلال جلسة بسيطة أو ورشة عمل يعقدها المسؤولون إذا أدركوا الخطر يستطيعوا من خلالها عمل تشخيص كامل لوضع الإعلام وكيف يمكن تغيير المعادلة وتغيير الكفة. إنه لديهم الآن قنوات فضائية تابعة للحكومة ضعيفة، لا تملك الإمكانات الكافية للعمل، لا تملك مراسلين في الميدان، وكلما نحن تحدثنا كثيرا مع زملاء عاملين في الإعلام الحكومي أو مع مسؤولين في وزارة الإعلام يتحدثون عن شحة الإمكانات وأنه ليس هناك إمكانات لتوفير مراسلين لتشغيل إعلام ميداني ينقل للناس الحقيقة. بينما نلاحظ أنه يتم توظيف مجاميع هائلة من المسؤولين في قيادة الوزارة، يعني ما نسمى يمكن تسميته بالإنفاق العبثي، أنه يكون لديك هناك 16 وكيل ومستشار ونائب وزير موجودين في الرياض يتقاضون شهريا ما يزيد على 100,000 دولار، بينما لا تستطيع فضائية اليمن الأولى التي هي المملوكة للحكومة والناطقة باسمها لا تستطيع أن توفر مراسلين في المحافظات بسبب عدم الإمكانات، لا تستطيع وكالة سبأ أن توفر محررين أخبار. الغريب أنه يعني وكالة سبأ تعمل ب3 محررين، وهذا ربما شيء يجهله الجميع، يعني أنه الوكالة التي كانت طاقمها بالمئات سواء عاملين في المركز الرئيسي أو في المحافظات الآن الذين يعملون في المركز الرئيسي 3، بينما يعني في الوقت كانوا يتعذرون بأنه ليس هناك مرتبات يمكن دفعها لمحررين في الوكالة. إذا يأتي هذه التعيينات العشوائية العبثية بدون هدف وبدون طائل يدل على أنه هناك غياب رؤية لدى الحكومة، هناك تشتت في العمل، هناك أيضا
واحدة من أهم نقاط الضعف لدى الإعلام الحكومي أن كل وسيلة إعلام تعمل كجزيرة منعزلة عن الأخرى. لا توجد يعني روابط معينة بينها أو أهداف مشتركة. يعني أنت يعني سأخذ جملة من حديثك، عدم إدراك الشرعية والتحالف وأهمية الإعلام. هل يمكن أن يعني نفهم أن هناك فارق بين النظر، يعني أن كيف يتم النظر للإعلام في سياق الشرعية وكيف يتم أيضا في سياق الانقلاب؟ هذا الموضوع واضح مؤشراته أنه الرؤية تترجم في عمل على الأرض. نعم. نحن نلاحظ، وأنت كل الزملاء الإعلاميين يتابعون، أنه خلال كل شهر يعني تولد قناة أو إذاعة أو صحيفة أو موقع تابع للحوثيين ويتخاطب، يوصل رسائل الجماعة التي تحشد المجتمع اليمني وراءها ليتحولوا إلى مقاتلين، بينما نلاحظ تآكل في الإعلام الحكومي. نعم. نلاحظ ضعف مستمر، يعني لم نلمس أن هناك مراجعة للأداء، أن هناك حركة أو محاولة على الأقل لأن يبدأوا مرحلة جديدة يتجاوزوا نقاط الضعف. تجدوا أنه وزارة الإعلام تعمل في وادي، وقناة اليمن الفضائية تعمل في وادي آخر، وكالة سبأ تعمل في وادي، القنوات الأخرى قناة عدن، إذاعة صنعاء التي أيضا تبث لا زالت تبث من الرياض. أنا في التقرير الذي بثيته قبل قليل تحدث عن أن الفضائية اليمنية كان يفترض أن تعود إلى عدن ولم لا. تعود لأسباب ذكرها التقرير، بينما الأولى أنه أيضا قناة عدن نفسها لا تزال تبث من الأراضي السعودية، لم تستطع العودة، بينما عدن محافظة تعتبر محافظة محررة منذ يعني أكثر من عامين ونصف، أن يفترض قناة عدن تبث من الداخل، يفترض إذاعة عدن تعمل من الداخل، يفترض أن الإذاعات المحلية كلها تعمل. نعم. بينما الملحوظ أنه لم يتم تشغيل القنوات الإذاعات المحلية حتى في المحافظات المحررة باستثناء إذاعتين في مارب والجوف، وكانت السبب ربما تحمس السلطات المحلية لهذا الأمر وأيضا تكفلها بنفقات التشغيل. يعني الوزارة حتى لو حضرت تحضر كضيف شرف ليس لها يعني دور في تشغيل هذه الإذاعات. المؤسسات الصحفية أيضا، يعني مؤسسة الجمهورية في تعز، مؤسسة 14 أكتوبر في عدن، كل هذه مؤسسات لا تزال متوقفة، وحتى إن عملت مثلا زي صحيفة 14 أكتوبر تعمل بشكل متقطع وضعيف. الخلاصة أنه الرؤى والإدراك لأهمية الإعلام يترجم في فعل على الأرض. لا يمكن أن نكتفي بتصريح من مسؤول حكومي يقول نحن ندرك أهمية الإعلام. طيب أن تدرك أهمية الإعلام يعني ماذا بعد؟ ما الذي عملته حتى تؤكد أو تترجم إدراكك لهذه الأهمية إلى واقع عملي على الأرض، حتى تستطيع أن تسند الشرعية وأن تخاطب اليمنيين يعني المحاصرين الذين يقعون في قبضة الحوثيين ويتلقون كم هائل من الرسائل الإعلامية التي تشكل قناعاتهم. نعم. وتجعلهم يرسلون أولادهم إلى الجبهات. نعم. إذن يعني بهذه المقارنة نستطيع القول أن الانقلاب هو من يسيطر على وعي الناس حاليا، والتحالف لا، يعني الشرعية والتحالف لا يحاولون حتى السباق على هذه السيطرة على وعي الشارع. للأسف هذا الواقع، يعني أنه كانت في اليمن نحن نعلم أنه مجتمع ريفي. نعم. والكهرباء غير موجودة، وكان هناك عدد من القنوات من الإذاعات المحلية التابعة لوزارة الإعلام التابعة للحكومة. جاء الحوثيون سيطروا على هذه الإذاعات المحلية ومن خلالها تخاطبوا مع الناس. يعني اليمني سواء هو في المزرعة أو في الباص أو في الشارع أو في المحل هو يستمع للإذاعة، يتلقى خطاب، هذا الخطاب يشيطن الآخر ويصور كل ما يجري وفق الرؤية التي تعتمدها جماعة الحوثيين، بينما لا إذاعات محلية تخاطب الناس موجهة من الشرعية. المواقع سواء الحكومية أو المساندة للشرعية أو التي تتبنى خطاب رافض للانقلاب تم حجبها في الداخل، ويستطيع هناك صعوبة كبيرة لدى المتابع ولدى المتلقي في تصفح هذه المواقع. لم تفكر الحكومة في إيجاد حل لإنهاء هذا الحظر المفروض الذي يحول دون تدفق المعلومة للمواطن، بالرغم أنه تحدثنا مع تقنيين وأن هناك آلية لإمكانية إنهاء، خاص الحكومة تتخاطب مع الجهات المعنية في التي تتحكم في هذه الخاصية لإنهاء عملية الحظر على كل المواقع. يعني وكأنهم يعني يبقون على هذا الحظر لأسباب كانت قائمة في وضع الاستقرار، الآن يفترض أن تزول هذه الموانع وأن يتم فتح كل الأبواب للتدفق المعلومة إلى الناس. أيضا من أهم من المشاكل أنه هناك أو الإعلام التابع للانقلابيين يعمل وفق رؤية نابعة من غرفة عمليات موحدة
خطاب موحد، حتى الشائعة التي يبثونها تنطلق في كل الوسائل، في كل القنوات، في كل المواقع، ويعملون عليها حتى يحولونها في ذهن المواطن الى حقيقة. بينما نجد اعلام الشرعية مشتت. ما سبب ذلك؟ السبب هو عدم وجود قيادة موحدة، عدم وجود رؤية موحدة. نحن نعلم انه مثلا جماعة الحوثيين هي جماعة ايديولوجية مغلقة، تعتمد الخطاب الذي يصدر عن زعيم الجماعة ويترجم من خلال غرفة العمليات إلى يعني برامج عمل لكل القنوات. بينما الحكومة الشرعية للأسف تعيش حالة ضعف وشتات. أيضا مكونات الشرعية هي مكونات سياسية لديها توجهات مختلفة، لم تستطيع أن تشكل كتلة واحدة داعمة ومساندة توجه وتعتمد رؤى يمكن نزولها إلى أرض الواقع. السبب الثاني أنه الحوثيين موجودون في الداخل ويدركون أهمية الإعلام وكيف يؤثر على قناعة الناس، يلمسونها يعيشونها. بينما الحكومة للأسف الشديد وكل المسؤولين سواء يتواجدون في الرياض أو في يعني مدن عواصم أخرى تحولوا ابتعدوا عن الواقع، تحولوا في كثير من الأحيان إلى مشاريع شخصية. يعني أنه المسؤول يتعين يستلم راتبه، ليس لديه مهمة يقوم بها، ليس لديه برنامج يومي يمارسه، ليس لديه مكتب أساسا. يعني عندما تزور وزارة الإعلام تكاد لا تجد فيها يعني بعدد أصابع اليدين، من سواء من قيادة الوزارة أو من كل الموظفين. بينما البقية ربما بعضهم لا يعرف مكتب الوزارة وليس لديه مهمة محددة، هو وكيل لا يعرف وكيل لشؤون ماذا. بالتالي حالة الشتات، حالة تحول الناس إلى مشاريع شخصية وابتعادهم عن الهم اليومي، وابتعادهم أيضا عن أجواء المعركة القائمة أنها معركة مصيرية، معركة استعادة وطن، يجعل كل واحد يعيش في وادي. بالتالي ما يعني بقاء وسائل الإعلام خارج اليمن وبقاء قيادة الوزارة خارج اليمن، وهذا هو حال ينطبق على كل على أداء الحكومة بشكل عام. يعني أداء الإعلام ضعيف ليس وحده، يعني كل الأداء الحكومي بشكل عام هو يعني يعيش حالة ضعف وحالة يعني يكاد يكون غير موجود. كل هذه ربما لأسباب، لنفس الأسباب، بقائهم خارج البلاد وعدم وجود رؤية موحدة وإدراك لخطورة المعركة التي يخوضها الوطن ضد الانقلابيين. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا الإعلامي محمد المهدي، وهو يعني إعلامي يعمل في قناة رشد التي تم إغلاقها، عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، مرحبا بكم. أهلا بك أستاذ محمد. ماذا بعد إغلاق قناة رشد؟ هل أخفقت في معركتها الإعلامية بسبب الدعم؟ بداية شكرا لكم على تغطية هذا الملف وهذه القضية المهمة. نحن نتحدث عنها بمفهومها العام كقضية إعلام الشرعية بشكل عام، وأيضا في هذا الحدث يعني بالنسبة لقناة رشد التي عملت على مدى 4 سنوات مضت وقرابة الشهر، وصمدت بجهود فردية من قبل مجموعة من الغيورين فعلا على الوطن بهوية وطنية بعيدا عن أي يعني أي أيديولوجية أو أي توجه خارج عن المصلحة الوطنية العليا، استطاعت أن تحقق وبذلت الكثير من الجهود من خلال حملاتها ومن خلال ما قدمته من رسالة إعلامية. يعني مع الأوضاع التي حصلت وبحكم أن من كانوا يقفون مع هذه القناة من أفراد ومن متعاونين، الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها أيضا طالت هؤلاء ووصلت القناة إلى طريق مسدود. وبالتالي طبعا قناة رشد هي القناة الوحيدة التي لم تتلقى أي دعم من قبل الحكومة الشرعية ولا من قبل التحالف ولا من قبل أي توجه، كان دعمها فردي من قبل شخصيات محبة لليمن تريد أن توصل الرسالة اليمنية مفهومها الوطني، وأيضا الرسالة بشكل عام التي هوية القناة هي شعارها قناة يمنية بهوية يمنية برؤية عصرية. هكذا بدأت منذ 4 سنوات واستمرت على هذا النهج، لكن وصلت إلى طريق مسدود. حاولت قيادة العاملة لإدارة القناة خلال العام الماضي تحديدا أن تعمل جاهدة على الصمود. يعني طاقم القناة صمد 7 أشهر بدون رواتب، استمروا في يعني في هذا الوقوف وبكل احترافية اشتغلوا ولم يلتفتوا إلى هذا، إلا أنه القناة وصلت إلى أنها لا تستطيع أن تسدد قيمة الأقمار الصناعية ولا حتى قيمة
المبنى التي تستأجره في الرياض يعني وقعت في فعلا في مأزق، فكأن هذا القرار يعني المؤلم بالنسبة للقناة ولجمهورها. اتخذ هذا القرار قبل تقريبا أسبوع، وأعلن قبل يعني عبر البيان الذي أعلن قبل يومين، وما زالت ردود الأفعال مستمرة. كنا نتوقع أنه إلى هذه اللحظة لم يحصل ردود أفعال فعلا، أنا أتحدث عن ردود أفعال بالنسبة للحكومة الشرعية تحديدا، يعني باعتبارها المسؤولة الأولى عن قناة لم تخرج قيد أنملة عن ما يعني عن مشروع الشرعية بشكل عام، وخدمت الشرعية واستمرت، وبل زادت قناة رشد على أنها كانت تعمل حملات، عملت حملات لأكثر من منطقة وأكثر من موضوع، واستمرت في هذه أداء هذه الرسالة الإعلامية. ومع ذلك للأسف إلى هذه اللحظة لم يحصل أي تفاعل. كنا نتمنى أن يحصل تفاعل من الحكومة الشرعية، ولا زال عندنا أمل. أنا لازلت أقول لا زال هناك أمل أنه سيحصل تحرك، لأنه فعلا لا يستطيع يعني دعم قناة مثل هذه إلا الحكومة في الأخير. نعم. لماذا لم تعنى بالأمر حتى الآن أستاذ محمد؟ يعني أولا لم تتلقوا أي دعم من الشرعية طوال 4 سنوات، ولم تهتم حتى بالإغلاق، ما السبب؟ طبعا القناة تقدمت في أكثر من مرة في أكثر من خطاب، وخاطبت يعني حقيقة خاطبت الشرعية وخاطبت التحالف، ومع ذلك لم يحصل تجاوب من قبل لا من قبل الحكومة الشرعية ولا من قبل التحالف. يعني كان هناك تجاوب في الحملات بشكل عام يعني من قبل وزارة الإعلام فقط كرعاة، لكن لا يوجد أي دعم. هذا السؤال يطرح على الشرعية نفسها وعلى جهة وزارة الإعلام تحديدا، يعني لماذا لم يحصل تجاوب مع قناة أنا لا أقول وقفت مع الشرعية، وقفت مع الشرعية وزيادة، يعني قناة رشد واقفة مع الشرعية وزيادة، حتى أنه نحن أحيانا كطاقم ننتقد أن القناة أحيانا لم تعطي أيضا لم تنتقد بعض الجوانب في الشرعية، لكنها التزمت في أننا في مرحلة تاريخية يجب أن نقف فيها مع الشرعية ونستمر في الوقوف مع الشرعية، باعتبار أن لدينا عدو يستهدف الهوية ويستهدف الأجيال القادمة الذي هو العدو الحوثي تحديدا. فانتهجت القناة هذه الرؤية واستمرت فيها، وكان من المفترض أن قناة مثل هذه وتقف بهذه الطريقة بالتأكيد. على الأقل أنا أقول على الأقل أن الشرعية تلتفت في هذا الظرف وهذا المأزق بعد أن أعلنت القناة موقفها. أيضا موظفي القناة الآن يعني لا يدرون أين سيذهبون، بالتأكيد لا يمكن لأحد في هذا التوقيت من عملوا في هذه القناة أن يذهب إلى اليمن، باعتبار أن الحركة الحوثية تستهدف أي شخص إعلامي عمل في قناة كانت تقف ضد الحوثيين. وأيضا لا ننسى أن هذا الطاقم استمر قرابة 7 أشهر بدون رواتب، يعني فكيف سيكون مصير هؤلاء؟ أنا لا أريد أن أستبق الأحداث وأتحدث عن مصير الموظفين، لأني لازلت أطمع بأن يكون هناك التفاتة حقيقية فعلية لمشروع استعادة القناة باعتبارها أحد القنوات التي تدعم الشرعية والقنوات البارزة التي نعم إذن كان لها جمهورها. دعني أنقل هذه الفكرة لضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ علي الفقيه، ابقى معنا أستاذ محمد. أستاذ علي، يعني استمعت الحديث الأخ محمد، لم يتلقوا أي دعم طوال بقائهم في الرياض من الشرعية أو من التحالف، 7 أشهر تقريبا الزملاء الإعلاميين لا يستلموا مرتباتهم، وضع القناة جدا صعب، أعلنت القناة أنها ستغلق، ما زال الموظفون ومنهم الأخ محمد يعني يأملون في لفتة من الإعلام الشرعية، هل تتوقع أن يعني إعلام الشرعية لن ينتبه لمثل هذا الأمر أن تغلق أحد يعني أبوابه، أو يعني أيضا التحالف ليس فقط الشرعية فيما يعني تفتح القنوات في الجانب الآخر؟ يعني نحن نخوض معركة واحدة، يتحدث الأخ محمد أن يعني أنها من القنوات هي من أهم القنوات التي وقفت مع الشرعية لأجل الوطن أولا وأخيرا، هل سيظل الأمر دون أي التفاتة؟ وهذا كما ذكرت لك قبل قليل أنه يعمل الجميع في إعلام الشرعية، سواء القنوات المملوكة للحكومة أو المساندة للحكومة الشرعية، يعملون كجزر من عزيلة، يعني كل واحد لا يعرف ما الذي يعمله الآخر. يعني إذا كان هناك حالة من فجوة كبيرة بين الوزارة التي هي يفترض أن تكون مسؤولة عن تسيير كل الإعلام الحكومي وبين القنوات التابعة لها، فما بالش بأنه الفجوة التي بين الوزارة وبين قيادة الحكومة الشرعية وبين القنوات الخاصة التي هي مساندة للحكومة الشرعية، فهي بالتأكيد لا تعلم عن أحوالهم شيء، ولا ربما حتى المسؤولين في كثير من الأحيان لا يتابعون ما الذي تبثه هذه القنوات.
لأنه ليس هناك اختصاصات، ليس هناك برامج عمل يومية للمسؤولين ومتابعة وتقييم الأداء. قد لا يعلم المسؤول في ديوان الوزارة ما الذي مثلا تبثه قناة عدن أو قناة اليمن أو غيرها من الإذاعات، لأنه الوزارة ربما لا يتم عبرها تمويل هذه القنوات، ربما هناك جهات يعني جهات أخرى. هذه مثلا قناة خاصة كانت ربما تابعة لديها مجلس إدارة، لديها رجال أعمال مثلا يدعمونها، توقفت لا أحد يعرف عنها شيء. هناك مثلا قناة اليمن تجدها الوزارة هي ليست نفسها التي تصرف الرواتب أو هي التي تسلم المخصصات، وبالتالي تصبح الوزارة لا تملك سلطة حقيقية على هذه القنوات. قد تكون مثلا هذه القنوات تتواصل مع الرئاسة بشكل مباشر. نعم، أليس هذا الأمر يعني نتيجة لعدم أيضا اهتمام التحالف في هذا الجانب؟ يعني يفترض التحالف هو مكون من أكثر من دولة، يفترض أن لديه رؤية استراتيجية معينة، يتنبه للجانب الإعلامي، هذه القنوات مفتوحة على إحدى أراضي، ألا يفترض أن يكون هناك تنسيق على الأقل لأن تصب جميعها في تيار واحد؟ هناك يعني نقطة محورية وهي وجود الوجود الفاعل للحكومة. إذا لم تكن الحكومة مهتمة وتتابع وتتخاطب، لأنه من سيتخاطب مع التحالف بهذا الشأن؟ يفترض أن الحكومة هي من تتخاطب وهي من تجلس وتناقش معهم ما هو الدور الذي تقوم به القناة المعينة، وما حجم التأثير الذي يتركه، وما هي احتياجاتها، وهل يعني ما هو الواجب تجاهها الآن؟ يعني يفترض أن يكون هناك تحرك، أن ترصد موازنات، أن ترصد اعتمادات. لكن للأسف الشديد أنه خمول الحكومة وحالة الضعف والشتات الذي تعيشه ينعكس على كل الجوانب، وفي مقدمتها الجانب الإعلامي، لأنه كما ذكرنا قبل قليل بأنه يأتي ربما بالأهمية في الدرجة الثانية بعد المعركة العسكرية والأمنية. وأنه يعني كما تقاتل في الجبهات أنت توجه خطاب إعلامي يسند هذه الجبهات، وفي نفس الوقت يتخاطب مع اليمنيين حتى يعني تكسبهم إلى صف الحكومة الشرعية وتوضح لهم الصح من الخطأ. نعم. بالتالي إذا لم تقوم الحكومة بهذا الواجب فبالأحرى أن الآخرين لن يقوموا، لأنهم ليسوا ملامسين لهذه التفاصيل كما يفترض أن تلامسه الحكومة. بالتالي بات العمل نوع من في ضبابية وفي تخبط في الأداء، يؤثر بشكل مباشر على العمل ويجعل حالة الضعف هي العنوان الرئيسي لأداء كل المؤسسات. نعم، إذن أعود إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني كونك ربما قريب من وزارة الإعلام، من يعني صناع الرأي هناك، برأيك ما مدى اهتمام المؤسسات الرسمية بهذه الجوانب، بأن تكون هناك يعني هدف واحد لجميع القنوات؟ ما مدى اطلاع وزارة الإعلام على ما يحدث للقنوات؟ يعني هل تمت مخاطبتهم يعني منكم، أم اكتفيتم فقط بالبيان الذي أصدر رسميا للجميع؟ طبعا يعني أنا أقول بالنسبة لوزارة الإعلام بالتأكيد كانت في البداية، بداية معين الأستاذ معمر الإرياني اجتمع بمدراء القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، وكان هناك شبه حركة كانت بالنسبة لنا، قلنا أنها بداية أمل أن يكون هناك تحرك حقيقي من قبل الوزارة لتوحيد الخطاب الإعلامي بالنسبة للشرعية، وأيضا لتوزيع الأدوار. يعني وكما ذكر الأستاذ علي أنه يعني في ما فيش توزيع خطاب فعلا، وأيضا الشغل بالبركة، يعني كل قناة تبث مادة بطريقتها وبأسلوبها، وإن كان في الحقيقة ما يظهر للمجتمع هو موحد فعلا لأن هناك مشروع واحد، لكن كان المفترض أن يعني ينبني على ذلك خطة تديرها وزارة الإعلام وتتابع أيضا القنوات وتوجه هذه القناة بشيء وهذه القناة بشيء وهكذا. وبالأخير هو سؤال أنا أعتقد أنه لابد أن يوجه لشخص في وزارة الإعلام. بالنسبة لل أعتقد للاهتمامات الحكومة بشكل عام، أنا لا أريد أن أبرر أن هناك انشغالات للحكومة بقضايا أخرى، أعتقد أن الملف الإعلامي من أهم الملفات الذي يجب أن تلتفت له الحكومة باعتباره أيضا يعني مؤثر على الرأي العام، خاصة أن هناك يعني شغل إعلامي خطير للأسف من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية يوميا عبر قنواتهم لتزييف الوعي ولمحاربة يعني وتشويه الشرعية فوق ما يوجد هناك، يعني حتى إبراز الجوانب التي فيها فساد في الشرعية وتغييب أي جانب مشرق وتغييب أصل المشروع الذي هو قانونية الشرعية نفسها
محاولة لتغييب كل هذا وإبراز الجوانب السلبية من قبل الإعلام الحوثي للأسف. وللأسف أنا أقول نجح الإعلام الحوثي في تسويق نفسه على أنه يحارب الفساد، بينما هو ينبني على رؤية غير قانونية، على انقلاب وعلى إرهاب وعلى فكر خارج عن إطار المجتمع اليمني وثقافة اليمني. كل هذا استطاع الإعلام الحوثي أن يغيبه، وحاول أن يصنع خطاب مزيف أمام المجتمع. هذا الخطاب يشوه كل جانب مشرق في الشرعية أو في غيرها. للأسف الوزارة معنية، أنا أقول وزارة الإعلام تحديدا معنية بأن تعيد النظر في سياستها في هذا الجانب تحديدا، خاصة أنه كل يوم الإعلام الحوثي، وخاصة لا أنسى أنه في الوقت الذي تقفل فيه قناة رجدة تعلن عجزها، يفتتح الحوثيين قناة الهوية، وهناك قناة أخرى أيضا يتم الإعداد لها، أيضا الإذاعات، ايضا لا ننسى انه ايضا كل القنوات الرسميه عدن واليمن هي بيدهم، صحيح قنوات هي بيدها، قنوات مزيفه باسماء رسميه وهي بيدها ومستمره في العمل، بينما لا يوجد مع الشرعيه الا قناه اليمن تحديدا وقناه عدن. يعني اعتقد انه المقارنه بعيده، واستمرار الحديث عن المقارنه قد يخدم الطرف الاخر، لكن نحن مضطرون ان نتحدث عن هذا الجانب تحديدا لنلفت القيادة. نعم، هل خاطبتم وزارة الإعلام يعني بصراحة أنكم تحتاجون إلى الدعم وأنكم مضطرون لإغلاق القناة، أم اكتفيتم بالبيان الرسمي؟ طبعا أعتقد يعني إدارة القناة في تواصل دائم مع وزارة الإعلام، ووزير الإعلام يدرك أن القناة تعاني، وطرح هذا الأمر أكثر من مرة، والشاشة رشد توقفت أكثر من مرة، وهم يدركون ذلك، لأنه حقيقة في لغة دائما نسمعها أنه نحن مشغولين بالإعلام الرسمي، هكذا دائما تتحدث وزارة الإعلام أنها مشغولة بالإعلام الرسمي، لا يعنينا أي إعلام، ليس بهذه اللغة، وإنما يفهم من الحديث هذا الأمر، لكن لا ندري. يعني يجب، أنا أعتقد أنه يجب أن يصحح مفهوم يعني عناية وزارة الإعلام بأنها معنية أيضا بالقنوات الأهلية، خاصة في هذا التوقيت. يعني القنوات الأهلية ليست موجودة داخل اليمن، ولا تعتمد على أي مورد، ولا تتحدث بغير نصرة الشرعية، فهل تخذل وتبقى بهذه الطريقة؟ أنا أعتقد أن هذه أسئلة كثيرة يجب أن تطرح على شخص متحدث في وزارة الإعلام، ولو كان الوزير أو غير الوزير، للإجابة على هذه التساؤلات. أنا هنا لا أتحدث عن رشد، ولا أتحدث عن أمر شخصي، أنا نعم الحديث يعني هو يعنينا بشكل عام. صحيح، إذن نعم أنا أتحدث هنا عن مشروع بشكل عام. صحيح، إذن نأمل أن نسمع خيرا عن قناة رشد أخ محمد المهدي، كونها أحد أطراف الإعلامية الداعمة للشرعية. شكرا جزيلا لك محمد المهدي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وأنت أحد إعلامي قناة رشد. أعود إليك أستاذ علي، يعني تم الحديث مع وزارة الإعلام بخصوص قناة رشد، وكان الخطاب يعني نحن مشغولون بالقناة الرسمية، ربما ليس بهذه الصورة كما وضح. يعني هناك مقولة يعني أن الشرعية بشكل عام وقياداتها والتحالف انشغلوا في صراعات جانبية وتركوا الساحة للانقلابيين، هل تتفق مع هذا القول؟ إلى حد كبير تبدو الرؤية صحيحة، أو هذه الفكرة صحيحة، لأنه يعني تجمع عدد كبير من المسؤولين اللي انتم تعينهم بقرارات رسمية، بينما ليس هناك الأوعية، ليس هناك المؤسسات التي يفترض أن يعني يعملوا فيها، يعني فقط مجرد صفات وألقاب ورواتب دون أن يكون هناك وجود حقيقي لهؤلاء المسؤولين، وبالتالي فعلا يتحولوا إما إلى مشاريع شخصية، وإما يبحثوا يعني ينصرفون إلى يعني فراغ نشاطهم وطاقاتهم في صراعات وفي دعم ربما أجندات غير الأجندة الرئيسية أو التي تخدم المعركة في مواجهة الانقلابيين. وأنا من خلال المتابعة لأداء الإعلام الحكومي، ومن خلال المتابعة لما يقوم به نشطاء أو إعلاميون يشتغلون لصفحات أو يعني متطوعون، أعتقد أن هناك جنود مجهولون في الجبهات، ممن يعملون يغطون الجبهات بشكل يومي ويضحون بدمائهم ويسكبون عرقهم كل يوم لتغطية ما يدور من معارك ولتوضيح الصورة اليمنيين. دور هؤلاء الجنود المجهولون في الجبهات ربما يفوق دور الإعلام الحكومي، ونحن نلاحظ التضحيات التي يقدمها الشباب، على الرغم أنهم ليسوا
محسوبين على جهات رسمية. يعني لو تابعنا الزملاء الذين استشهدوا أو الذين أصيبوا في الجبهات تجدين في الغالب أنهم إما يعملون يعني قنوات أو وسائل إعلام خاصة، أو أنهم متطوعون يعملون بشكل فردي بحماسهم بإيمانهم بالقضية، يضحون بأنفسهم ولا يدرك أحد ما الذي يعمله. بالتالي نحن نجد أنفسنا أمام فريقين في الإعلام، فريق موجود في الجبهات ويعمل بشكل يومي ويوضح الصورة وينقل المعلومة يعني بوتيرة عالية وبحماس وبإيمان ذاتي بالقضية، وبين فريق آخر جيش من الموظفين الحكوميين والمعينين بقرارات يعني أثرهم يكاد يكون منعدم، بينما المستفيد هو الطرف الأخير أو الفريق الآخر هذا الذي ذكرناه، الذي هو أيضا يتقاضى مستحقات بشكل دائم وشهري، بينما الشباب المتطوعون قد لا يجد وسيلة نقل ينتقل عليها، وبالتالي يستفيدون من حركة يعني الآليات العسكرية أو الأطقم التي تمكن أن توصلهم إلى الجبهات. نعم، إذن يعني عشرات الصحف والمواقع والإذاعات أيضا تم، والفضائيات والمؤسسات هي إنتاج موجه لخدمة أهداف الميليشيا. برأيك كيف يمكن الوقوف أمام هذا التجريف الحاد والممنهج لوعي الناس؟ هذه القنوات التي نراها تتكاثر تابعة للحوثيين، أنا يمكن أن أسميها إعلام السوق السوداء، لأنه نشأ اقتصاد الحرب. نعم. الذي على حساب الاقتصاد الحكومي، على حساب مؤسسات الدولة، وبدأت الجماعة تنصرف لتأسيس إمبراطوريتها الخاصة، سواء فيما يتعلق بالجانب المالي أو الجانب الإعلامي. ستجدين في الغالب أن هذه القنوات التي تؤسس هي من المال المسروق، من المعدات المنهوبة، وكلنا في وسائل إعلام تعرضت يعني نعم. مؤسساتنا للنهب، وصدرت هذه الإمكانات تجديها الآن توزع على هذه القنوات لتصبح داعمة لمشروع الانقلاب. ولا يمكن مواجهة هذا الضخ الإعلامي إلا بأن تدرك الحكومة خطورة الوضع، تدرك حالة الضعف التي تمر بها، وتعمل على يعني عملية مراجعة للأداء بشكل عام، لتغير مسار الأداء وتنقل وسائل الإعلام إلى الداخل، وينتقل إلى مرحلة جديدة تختلف تماما عن المرحلة السابقة التي اتسمت بالضعف وبالهشاشة. أما إذا استمر الوضع على هذه الحال، فأعتقد أنه التفوق الإعلامي لصالح جماعة الحوثيين والسيطرة على أذهان المجتمع وتشكيل وعيهم بما يخدم الانقلاب سيستمر، وسنجد سيجد طرف الشرعية في النهاية أنه خاسر، ويعني يتآكل حضورها كل يوم. نعم، إذن يعني في ظل افتتاح هذه القنوات أستاذ علي وأغلاق بعض القنوات الرسمية، هل تتوقع أن تكون هذه تشكل بالنسبة لهزة لإفاقة وزارة الإعلام ممثلة بحكومة الشرعية وأيضا التحالف بأن الأمر غير سوي بتاتا، أن هناك خلل واضح؟ أنا أتمنى ذلك، لكن لا أتوقع حدوثه، لأنه للأسف البقاء خارج البلد يصيب الناس بالتبلد، ويحدث حالة فصام بينهم وبين الواقع. يعني تجدي المسؤول أو الشخص يعيش في الخارج لم يعد محتكا بالميدان بشكل على الأقل يبعث لديه القلق، يتحول إلى اهتماماتهم الخاصة بعيدا عن الجو العام للمعركة، يقل الحماس، بالتالي في هذه الحالة لن يتجه لإعادة النظر في الوضع القائم، لأنه يعني هو أساسا يتعللون بانعدام الإمكانات، يقول لك ليس لدينا إمكانات، بينما نجد أن هناك عبثية في التعامل مع الإمكانات القائمة. عشرات الوكلاء والمستشارين يستطيع أن يصرف يعني مرتبات على وظائف وهمية، لكنه لا يستطيع أو يتعلل بانعدام الإمكانات يعني تشغيل طاقم حقيقي على الأرض. لو أن كل هذا الجيش من التعيينات أنفقت مكانها على إعلاميين موجودين في الميدان وعلى قنوات أسست استديوهات، نحن نتحدث الحكومة تتحدث عن 80% من الأراضي اليمنية محررة، هل من المعقول أنها لم تجد في 80%؟ نقول 80% ويردون علينا 85%. 85% يعني وربما كلها كذا يعني هو هذا يعني يصبح الخطاب فيه نوع من يعني التهريج، إنه نحن لدينا 80% وليس ولا تستطيع خلق في مساحة 80% هذه أن توجد مواقع للقنوات والإذاعات ووسائل الإعلام أن تنقلها إلى الداخل وتجعل الناس محتكين بالميدان والمبالغ. نعم، لنقل عدن بها مشاكل أستاذ علي، والأمر غير واضح فيها، والتحالف لا يدري يعني يريدها بطريقة مختلفة، ماذا عن مأرب؟ ألا يعني تعد مركز إعلامي ممكن، وخاصة نحن نعرف أن بعض القنوات تعمل برامجها من هناك، ويعني يمكن العمل فعليا من مأرب، لماذا لا يتم التحرك إلى هناك؟
أعتقد أنه إذا وجدت الإرادة لدى الحكومة الشرعية فإنها بالتأكيد ستجد مكان لهذه القنوات في الداخل. يعني لدينا حضرموت منطقة يعني آمنة ولديها قدر معقول من البنية التحتية، إذا ما تكلمنا عن الكهرباء عن الإنترنت لم تصبها الحرب. نعم نعم. لدينا أيضا مأرب، لدينا يعني مدن كثيرة يمكن الانتقال إليها، لكن للأسف الشديد لا نية حقيقية يعني يبتعدون عن هذا الجانب، لأنه في أساسها أحيانا يبدأ من 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 جانب شخصي. أنا يعني كنت أتحدث مع أحد الموظفين في الإعلام الحكومي، وهو يعني يستلم راتب 7000 ريال سعودي، يعني يقول لو عدت إلى الداخل أنا يعني كم سأتقاضى. يعني هو يقارن فارق نعم. العملة، وبالتالي يسترخي المسؤولون، يسترخي المعينون في نعم مواقع. هذا إذا كان إعلامي بسيط فما بالك بوكيل ومستشار في هذه الحالة ينتقل نعم الأمر نعم للدولار يعني. أيوة المسألة تكون أكبر. المشكلة أستاذ علي أنهم يعني هل يعني يبدو لي أنه لا إدراك حقيقي حينما يصبح وعي الناس هدفا للميليشيا ويتم فعليا السيطرة عليه، ما الذي سيتبقى للشرعية؟ ما الذي تود أن تحكمه بعد أن يتم السيطرة على وعي الناس؟ بقاء الشرعية في الخارج وسيطرة الحوثيين على الإعلام وركود الجانب العسكري، أعتقد أنه مع مرور الزمن يتسبب في تآكل الشرعية، تآكل سيطرتها على الأرض وتآكل سمعتها وحضورها في أذهان الناس. يعني أنه لديك جيش من الوزراء والمستشارين العاطلين عن العمل، مجرد أسماء، وأنت يعني منسجم مع هذا الوضع دون إدراك، لأن أن بقائك في الخارج يفقدك الشرعية حتى عند المجتمع الدولي. نحن كنا دائما نتحدث عن ضرورة تشكيل حكومة حرب، نعم، تتشكل من أشخاص فدائيين مناضلين حقيقيين عندهم تنزلوا للميدان، عندهم الاستعداد للنزول إلى الميدان للمخاطرة، لتحمل قدر من المخاطر. كما أن يعني أكثر من 25 مليون يمني يواجهون المخاطر في الداخل، يفترض أن هؤلاء المسؤولين ما دام قبلت أنا كمسؤول أن أتحمل مسؤولية علي أن أخاطر. هناك يعني يفترض أن تقسم فقط إلى 5 ملفات الحكومة، وتتشكل الحكومة وفقا لهذا: ملف عسكري أمني، ملف إعلامي حقوقي، ملف دبلوماسي، ملف مالي وإيرادي، ملف خدمي. تتشكل الحكومة مصغرة وفقا لهذا التقسيم وتنزل لتعمل على الأرض. حتى عندما نتحدث عن سيطرة التشكيلات المسلحة الذي كان يفترض أن تكون تابعة للشرعية وأصبحت غير تابعة للشرعية، هي تواجدت في ظل غياب الشرعية. نعم. ربما أستاذ علي نحن تحدثنا عن مسألة حكومة الحرب منذ بداية الحرب يعني ولا أحد يستجيب، ومسألة تآكل الشرعية هذا فعليا ما يعني ما يحدث وما نقرأه من خلال الواقع الموجود. الإشكالية الحقيقية أن يصبح هذا الأمر هو العادة، أن يعتاد الناس وجود الميليشيا، أن يعتاد الناس عدم وجود الدولة، ليس فقط الناس في الداخل وإنما المجتمع الدولي. يعني في نهاية الأمر ما الذي يعني ستجنيه الحكومة من هذا الترهل الذي سيصيبها إلا أنها ستصبح لا شيء، وقد يأتي يوما ما وتتخلى عنه الدول التي تستضيفهم مثل دول التحالف، قد تقول لهم أنتم لا شيء. للأسف الشديد أنه الناس كلما يعني ابتعدوا عن الميدان كلما طال الوقت تغيب عن أذهانهم هذه المعاني، ويشعرون وكأن المعركة ليست بدرجة رئيسية هي معركتهم. صحيح أنه التحالف حاضر في الملف اليمني ويكاد يكون صاحب القرار، لكن وجودك وإصرارك على ممارسة دور يجعل الآخرين يحترمون ذلك ويفسحون لك المجال لتعمل. أيضا المجتمع الدولي عندما يراك بعيد وأيضا قابل بأن تظل بعيد، سواء أنت بعيد عن إرادة أو أبعدت بإرادة خارجية، لكن قبولك بهذا الوضع بحد ذاته يجعل المجتمع الدولي يشعر بأنك ضعيف. كل يوم أنت يعني يتخاطب معك بلغة تتناسب مع حالة الضعف التي تمر بها ولا يعتبرك رقما حقيقيا، بينما يتعامل مع الميليشيات كقوة أمر واقع ويبدأ يسترضيهم ويقدم لهم ربما الإرضاءات أو التنازلات حتى يستمر في يعني تحريك الملف السياسي. يعني هم أمام ربما فرص أخيرة، الفرص التي تضاءل للأسف الشديد لإثبات وجودهم على الأرض، وإلا فسيجدون أنفسهم أمام تشكيلات مسلحة خارج الشرعية، ونحن نراها كل يوم تتكاثر وتقوى، ستسيطر على الأرض. ستبدأ الصراعات داخل التشكيلات المسلحة هذه وبين التشكيلة وبين الجيش التابع للحكومة الشرعية. أيضا ربما التحالف يمسك بالملف بشكل أكبر، لأنه يرى أنه الحكومة
يعني غير يعني قادرة أو لا توفر لديها الإرادة للبقاء على الأرض ولممارسة الدور. وللأسف الشديد الزمن ليس في صالح المعركة تماما، وليس في صالح اليمن، ليس فقط الحكومة الشرعية وإنما ليس في صالح اليمن. نعم للأسف الشديد، ونأمل أن يعني يتم تدارك هذا الأمر. شكرا جزيلا لك علي الفقيه، نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.